Surat Maryam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain shad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nada rabbahu nidaan khafiya. Qala rabbi inni wahana al'adu minni wasta'ana ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shakiya. Wa inni kibtu al-mawaliya min warai wa kanat imra'ati 'aqira wa amri min ladunka waliya. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا ولون من الجبر عتيا قال كذلك قال ربك علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وخرج على قومه من المحراب وأوحى إليه من سمي حمرة واشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكا وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا وذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ودخل من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت نقيا قال إنما أنا رسول ربك لهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربي هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فعملت فانتبذت به مكانا قصيا وجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة ساكت عليك رطبا جنيا وقلي واشربي وغري عينا وإما ترين من المشرق أحدا وقولي إني نذرت للرحمن صوما ولم أكلم اليوم إنسيا فأتتني قومك تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمطرون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا وإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأنساب من بينهم وويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذركم يوم العصر إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا
سويا يا عبد لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا عبد إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ويكون للشيطان وليا قال أرغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا ولما أعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وبناه من رحمتنا خضوارون نبيا وذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وارفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده ماتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تزكيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا وربك لنشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيء أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا قل من كان في الضلالة وليمدد له قل من كان في الضلالة وليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما الأدب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواما وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ إن الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تجعل عليهم إنما نعود
نعبد لهم عدا يوم نشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد يظلم شيئا إذا تدا السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم عندهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإنما يسمعوا بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا